الشباب المستقبل ما كان إنشاء جمعيتكم من أجل القيام بالنشاطات الشبابية وحسب، بل كان المقصود من وراء ذلك جمع الطاقات المختلفة ومن سائر المناطق والمشارب من وراء فكرة واحدة هي العمل الجماعي الواسع من أجل لبنان الحاضر والمستقبل. الشباب لا يجوز أن يأس وممنوع عليه اليأس، لأن الشباب هو المستقبل وأنتم مستقبل لبنان. انتوا شباب المستقبل، انتوا مستقبل لبنان. تيار المستقبل مستقبله بشبابه.